والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، يا مرحبا مليون، ومرحبا بالطريق إلى 1000 متابع. شوف لا بعيد عليكم هاي المتابعين، نوصل 1000 بإذن الله إن شاء الله، ونوصل ونحن مرتاحين بإذن الله. المهم مرحبا بكم في حلقة جديدة من إيش صار؟ تعرفوا ما داعي أقولكم، من اللي هو أكاديمية لعبة المدارس. اليوم اتعلمت تنوعا ما من الدرس القديم اني ما اتفلسف زين واقعد ابني، بس اني اقعد شو اسوي اللي هي قاعدون ليش انا قاعد احط اللي احط الخطه انا اشر عليه، بس ليش ما قاعد يبني؟ كم فلوس عندي؟ اوكي انا عرفت بالضبط وين الوهجة، يعني وقعت ما عندي فلوس ومدخولي زي التبن والله. خلنا تراش دمستر بنحط 2. هالسوالف يمكن بعضكم يقول ليش انت تسويها، ليش لازم ما تسويها اصلا ونحن وياك زين. اذا ما اسويها وانتو معي نيوترال تويلت، ما بابني هذا مش عاجبني. ليش حمام مختلط زين؟ ليش حمام مختلط؟ ليش؟ والله مو بشي تعبان، والله مو بشي كترة حمام مختلط كترة، والله مو بشي ترى. خلينا نكمل الإدارة هذا. اوكي وبنحط أرضية غير. المشكلة حتى إذا أنا جيت و اتفلسفت يعني وقلت لا أنا بكبر المكان بسوي ديتنشن روم، المدرسين يقدرون يدبرون أعمارهم، بس المشكلة مش هي مشكلة الإدارة، غالي 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 غالي. شوفون معانا 4000 4000 هني. شوف بنسوي كلاس خارجي، بنمسح عيل، شوف شو بسوي انا، بمسح عيل لان اظني دار غلط. ايوه زين، وشو بسوي؟ بسوي ديتنشن روم. اوكي برا المدرسة مش داخل المدرسة. اوكي لحظة هذي هني ونحط الى المكان باب. اني دور 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 خلف در هني الباب موقع، بنسوي له أرضية كاربت قلنا أصفر حق من حق كلاس روم، نسوي له زون كلاس روم، أي كلاس روم جينير كلاس روم زين. والكلاس روم محتاج يا جماعة الخير برد أوبجكت كلاس روم ستيدنت شير. خلنا نسوي هذا وايد كبير على كلاس روم الصراحة، بس خله نسوي كلاس روم ايوه الطريقة هاي. كلاس روم ما عندي فلوس حق صف، ما عندي فلوس ابني صف. وين الاهانة وصلت؟ فندنج ماشين. اوكي بنحط لهم فندنج ماشين 2 غير اوبجكتس ابتيريا حبة ب 300، ابى 300 بعد، ابى 300. مشكلة هنا لازم تريب كامل، ترى كامل عشان 500 تربية والله حرام. زين شو اللي قاعد يصرف عندي وايد فلوس؟ مدرسين يوتيليتيز، شو قاعد ادفع يوتيليتيز انا؟ ليش قاعد اصرف هالكثر على المي؟ عندي وايد حمامات. لحظة شوفوا دام السالفة بالطريقة هاي يا جماعة الخير، بنصغر مساحات المستعملة مقابل شو؟ المستقبل. اوكي
لأنه مش محتاجين نحن هاي أكلهم، مش محتاجين هاي أكلهم، مش محتاجين هذا. أقلل استعمال ماي وايد، فاتورة الماي خرافية. هذا بعد على الباب، ساد الباب. شوفوا كيف كيف شوف شوف كيف الفلوس ردت يا ربي يا ربي، كيف الفلوس ردت. زين خلينا نحط بندنج ماشين ثاني. اوكي ولحظة قبل اليوم ينتهي، اوبجكتس كلاس روم، ما بسوي هذا الكلاس روم دام استوى عندي فلوس. لحظة وولز البيج نسوي هذا التنشن كلاس روم، حطي له باب. اوكي بنحطي له ارضية سورية الصفرة. زين بنسوي الممرات، ما عليكم، ما عندي فلوس حق هذا الارضية. اوكي مو مشكلة، الحين شوي شويتين وفرنا فلوس، لان الصراحة استهلاك كرمت الحمامات شي خرافي، والله انه شي خرافي لا يحتمل. حتى هذا بشله، لازم تصغير شوي، حتى هذا بنخليه شوي مساحة على الجنب، ما نبى هايل، نبى نرجع شوي فلوس. الماي فاتورته هالكثر، وخرب بيته. خلنا نشيل هالثنين، ثلاث مغاسل ستم حاليا. في المستقبل بنروم نزيد نكبر، على اساس شو؟ ان نحن عندنا فلوس يعني. 2300 اوكي، خلينا نشوف 2300 هاي شي يكفون بلد. حطينا زولية اوكي، بنحطينا اوبجكتس كلاس روم وغرفة العقوبات. شوف شوف التعذيب، هم معاقبين صح؟ لازم كل واحد يقعد بعيد عن الثاني، ما حد يقعد قريب الثاني، قدامهم مدرس يهازبهم يلعن خيرهم على المشاغبات. تشيك بورد على اساس شو؟ لحظة الحين نحن اخر مرة كيف غيرنا الكلاس روم؟ ما انا مش عارف كيف غيرنا الكلاس روم والله بصراحة، انا مش عارف الكلاس روم كيف تغير الى ديتنشن. خلنا نشوف ساعدنا. زون 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 اوكي، يمكن اذا اختار زون ادت زون ادت زون. زين اول شي خلنا نسويها زون، سوري انا اسويها زون. ادت كلاس روم student chair، في student chair انا يبقى 10 كراسي طلاب، مو مشكلة اساسا نرتب اشكالهم. بنسوي يا جماعة، زين تكشفون وياي. edit classroom اوكي detention حلو، غرفة عقوبات apply. هذا اوريدي عندنا يا 10000 بليس بورتريت بلان يس. انزين نبا تراش مانجمنت اوكي، اوفيس اسنجر تيتشر اوكي. بنسوي عيادة، العيادة بتكون والله ينفع هني عيادة، تصدقون بس نبى كلاس زيادة هني. خلنا أول شيء نحط كلاس، لحظة لحظة أشو يبون؟ place potted plants objects. شو بيكون، وين بيكون potted plant؟ common area art room hall portrait. نحط اثنين على المدخل، ويبون ساعتين، مكتب المدير يبغى له ساعة.
أكيد. والصراحة الصراحة مفروض ساعات فوق المدرسين. عالطالب ساير مكتب المدرس ها؟ طباخ هنا شو يسوي؟ الله يخس سوالفهم. هذا كلاسات أساس نحن نشوف. حطي هني كلاس مش من الصف بالوسط 100%. انزين نبا بليس بولتن بورد. ايوه هاي مال الملاحظات عرفتوها. يبالنا في الكلاسات مش بريدكتيبل. هذا كلاس روم المفروض يكون صح. لا لا مش كلاس روم. كمان اريا جاربج كيتشن لينس اوفيس. ما يقول تنبورد يكون يا جماعة يا جماعة. الله الله ايه ده بولتين بورد. خلينا نحطي عند مكتب ال لو تداش المدرسة. واحد هنا واحد هنا. اوكي يحطون عليهم هذا الشيء يحطون ايه مال امتحانات والناجحين والراسبين وربعه وايل. نبى عقبه هذا بيشتي جاهز تو بورتن بورد جاهز. ما يعطونا فلوس عليه كلام فاضي. هذا شو بليس فيندنج ماشينز فور. اوكي حطينا نومان ايلاند كومن ايري. اه كومن ايري هذا هني بيكون. صبركم عليه شوي انتو بس خليت في فلوس بس وراويكم في المكان. نيتر تويلت ما بسوي ابا كنسل هذا. بيلد ان اوفيس اسينت از ا كونسلر. اوه يبالنا كونسلر اخصائي اجتماعي. والله تصدقون عندي 2000 وشي بركول. نكبر الاداره شوي. انزين نشيل هايل نشيل حبة هاي هني بنحط بابا هني مرة دايركت. معنى تبون صدق الأخصائي المفروض أسوي له مكتب هني. فخلونا نشيل هايل. أوكي ونشيل الزوننج عن هايل. بلاك بورد معني أفتحه ولا لحظة الحين هذا يباله تكتك الأخصائي. هل بالصف وايد عود صح؟ زونز ريموف زون. أعرف شو أسوي معنى الأخصائي بيكون مرة على المدرسة. أوكي مو مشكلة. بعدين ثلاث نحطي هني 1000 نحطي باب بابتي 50 دريب. هذا ترى قريب من المدرسة بعد مش بعيد وايد. ونقدر نقسمه بعدين اذا بغينا اخصائي. اتصور يمكن يعني الصراحة زونز ما في كونسلر صح؟ لانه هو شو يقول لي هنا يا جماعة الخير؟ يقول لي نومان ايلاند بيلد كومن اريا بعدين بعدين ايوه build an office assigned to a counselor. اوكي يعني يبقى اوفيس اوفيس اوفيس. اين انت يا مكتب؟ هني مكتب. زين والمكتب يبقى له admin table طبعا objects office. يكون اخر شيء يارس محبس والطلاب يجونه. يبقى فايلين كابنت طبعا. هذا هاي يبقى 10 فايلين كابنت مش واحد. تي تعال فاكس. والله ما اظن يبقى له فاكس هو بس مجاملة بنحط له فاكس. بس هذا هذا بول ملفات. هذا اللي اخترع الملفات. بس ما عندي فلوس حتى مال ملفات. تخيلوا والله شو الفضيحة هاي يا جماعة. اكنسل الحلقة احسن. اكنسل الحلقة ايه ده يعني ايه ده ايه ده
الحين المشكلة الكبرى في شو؟ صراحة المشكلة العودة بليس فور ووتر فونتن. ووتر فونتن كم سعره؟ اوبجكتس كابتيريا 50، بس يخرب بيته ووتر كوستر عالي والله مو برخيص. واحد نبا حق المدرسين يشربون هني، ونبا واحد على اليسار ولا هني يشربون مي. تو دو ليست ووتر بيعطينا 400 حلوين، بيرد لنا شيء من فلوسنا. بليس ووتر فونتن عن اوه يا حبيبي بيلد كابتيريا، كابتيريا بلوس زيادة 100 ستودنتس. اوكي 100 ستودنتس نسوي يا حبيبي، نشوف الاخصائي الاجتماعي ايش بيسوي الحين. زين اخصائي اجتماعي نبى هاير ستاف، كم بيصرف هذا كونسلر؟ 4000 راح على طول جبته اساس انه يروح صح. انا بس زدت على عمري تكاليف. زين شو اللي فاقرني بعد الماي؟ فاقرني والاكل، فهذا سبب كبير ان نحول هذا الى صف. لا ستوب جيم، ستوب ستوب، وقف زون. زين بلد، شوف شو بسوي. هذا بسكره، شوف هذا بيتسكر حاليا اوكي، وهذا حاليا خليك مسكر. كم مخططات مستقبليه موجوده؟ والله ما ادري اذا الفلوس بتكفيني الصراحه يا جماعه الخير، لانه وايد كبير المكان اللي قاعد اسويه، وما اعرف اذا عندي استيعابيه طلابيه تكفي يعني جميع الطلاب اللي انا ابغى اجيبهم. وفوق اني انا الحين قاعد احط بيبان، قاعد احط اثاث، اجهز حق منه حق وايد صفوف. المهم مو مشكله. زونز عندنا بندخل احنا الحين في الكلاس رومز، بنسوي نفس هناك امتداد، واحد فريشمان واحد سوفمور ما اعرف، بس على فكره هاي كلهم بيبدوا يملونا الطلاب. انا متاكد نفس اخر مره تذكرون بدؤوا يطفشون اوريدي من عندنا. بس عقب هذا الاكسبانشن هذا مفروض انه يسمح لي اني انا اصلا ابني زيادة. ليش؟ لانه بيكون عندي فلوس شوي، وببدأ اكسب فلوس مثل العالم والناس ان شاء الله. بعد فلوس الكراسي تكفي وما اتوهق، بس بزيد عدد الكراسي الحين حاليا. صبر حطي هذا مسافة واحدة عن كل مكتب. اذا شفت الحين قاعد تسوي يمكن تدخل نفس الشيء، بس مشكلة انا ما اشوف. ايوه هنا زين، في خمسة، في خمسة، 15 15، كنا نسوي 12 12 صح؟ نسدنا في كل صف ستة، اما انا بنحتاج خدمات زيادة ترى على فكرة. انا اخبركم الوضع ما راح يقزر فعليا صح 100%، لان الحين ابسط شيء بنحتاجه شو؟ لحظة زين، ابسط شيء بنحتاجه يدار وغيره وربعه هذا كم بيعطيني؟ 2500 اوكي بيكفينا حق شوي سامان. خلنا نشوف اذا في شيء ثاني انا مسوينه يمكن يعطيني فلوس. ترى لا تنسون ها مصدر فلوس محترم. انزين بنحط المكتب ممرضة، بنحط شوي شغلات، بس نحن محتاجين الحين مدرسين. صبر مدرسين ترى غاليين. تيتشر اي نيد فيري تشيب تيتشرز والله. 3600 هاير، 3600 ما يستوي هاير. خلاص الحين هذا انا وصلت حدي، فشو بسوي؟ وين الستاف مالي؟ تيتشرز بول 1 هاي اوكي في الهيستوري، بنحطيها تدرس والاساين التيتشر في الهيستوري. انزين وخلنا نسير فيه للباكر، بنشوف كم
ما بيون الطلاب، ما بين الطلاب، لأن بكل بساطة أنا الحين عندي الكلاسات ما اكتملت. بس زين بيعطيني فرصة إني أسوي كم شغلة، اللي هو نفس الكلينك الحين. أوكي، لأن الكلينك وين بيكون؟ هني عند مكتب الأخصائي. طبعا هاي شغلات بتوفرنا شوي أمور يعني. الحين استوى إنه مكان حق مدرس ثاني تيتشر. نحتاج أكيد نقدر نحصل لغة، لغة وايد حلو عندنا مدرس اللغة يكون هاي زينة اللغة، وبس ما نقدر نحطها مكان ثاني. فيستوي عندنا وايد كلاسات شغالة الحين بتكون، واللي هو شيء ممتاز. على نهاية اليوم بيكون بنينا كلاسات يعني build demolish demolish هنا demolish، خلهم يبنون كلاسات. والله شوفوا اللعبة ترى amazing من هالناحية هاي، المانجمنت اسبكت مالها وايد حلو وايد. خلنا نشوف بس كيف نبني. اوكي الحين بيستوي عندنا مكان حق طلاب. التراونت هاز بين كوت. انزين الحين استوي عندي صفوف زياده، بيستوي عندي مدخول زياده، بيستوي عندي ناس زياده بعد. بس شو اللي محتاجه؟ مدرسين زياده. طبعا كل شيء بيحتاج شو؟ مجموعه خدمات تلبي. ولو ان المدرسة انا احسها تعبانة، بس جونز كلينك بسوي هاي بكبرها عيادة. بلد شوف كلينك بنحطي ون مدسن سريرين فقط و كراسي انتظار، وارون ما حطيهم قدام بعض بس خلاه بالطريقة هاي. لحظة، الارضية نبو ارضية سهل تنظيفها. هاي حلوة، ماربل حلوة. لا هي يعني هاي very nice should be a clinic like this. بس المشكلة انا مش قادر لحظة شو بيسوي لي. زين بناخذ لا لحظة بلد كلينك بيعطينا 2500. خلنا ناخذ 2500 ستاف نيرس 1200. شنو ناقصني؟ كلينك بد. اوه انا شو حطيت؟ سوري. زين بتحسونه فاضي شوي، لكن في نهاية اليوم خذنا فلوس الادفانس مال العيادة فلازم نسويها. بتكبر المدرسة وبكبر نفس العيادة، ترى مش قضية يعني. اوكي استوى عندنا عيادة. زين هذا بيلد كومن اريا 2500 بيعطيني وما بيكفون حق شيء. هذا النيوترال تويلت بنسوي بعدين. نبغى 100 طالب، نحن كم طالب عندنا؟ 96 طالب. انا محتاج عسى اوصل 100 طالب. اتصور بيكون كم بيعطوني؟ 2500 ابلاي، بشيل 2500 بسوي ستاف اني ذا تيتشر، ببدا مدرسين شوي احسن بحكم الفلوس اللي ما تكفي. اي ما عندي فلوس، ما عندي فلوس. 4600 بالضبط هاير. بس هاي زينة حق كل شيء. هذه بس احسن شيء حق لانجويج فول. بس خلينا نحطيها بي اي، لان نحن بنسوي تو باكر بيون الطلاب وايد. لان استوى عندنا كلاس روم ثاني بيفتح الحين. ادري ما في ارضيه ما في شيء، بس ابي الحلقات الجايه بشوف ورا البث شو اقدر اسوي بعد.
بس نحن السنة الأولى وللحين قريب الامتحانات من نص السنة، وصلنا وتوسعنا توسع جميل ترى، مش توسع تعب. نشوفه هني يبغاله باب ثاني. Objects build doors يبغاله باب من هني عشان الطلاب يجون من فوق أسهل لهم، ما ياخذون لفة العملاقة هاي اللي مالها داعي. انزين to do list ما شاء الله يوم يمي الطالب باكر، ما يمي الطالب مصيبة إذا كنسلت هذا. أظني فوق المية، خلي تشوف كم واحد بيه. Your score run out of money، التلفون 10,000 الحكومة. انزين بس شو اللي يخليني خسران الحين؟ الماي ليش 2000؟ فود اكل مدرسين يا حبيبي، ليش دائما اوصل لنفس المشكلة؟ انا اسوي شيء غلط بيخليني اودر السلسلة كاملة ترى على فكرة، يعني يطقع بالجو من الخاطر. زين استوى عندي بلس 2، ليش بس 4 كلاسات مفتوحة عندي وين عندي كلها كلاسات؟ سؤال، هم بس عندي 4 كلاسات فل، ليش؟ شوفي هذا وسخ، يبقى أكل يوعان. كيف أسوي ترانسفير حق نيو ستودنتس؟ خلنا نشوف هذا نيو ترانسفير. أوكي مش إنكم نبقى فريشمان 20 20 20، وبني بلهم مدرس ما عندنا مشاكل، بني بلهم مدرسين امورهم طيبة. ونبا نشتري من هذا ارايبل باكر بيوصلونا. كم مدرس عندي فاضي؟ مدرسين فاضيين ترى، فاضيين فاضيين ما يدرسون كلاب. سؤال ليش ما قاعدين يدرسون؟ ما عندي طلاب؟ هنا السؤال. هاي غرفة عقاب الحكم ديتنشن روم، شو الحل؟ نكبر الكافتيريا مشكلة اوريدي، الاكل منشف ميزانيتي غصب واقف على بلس 2. والحل لا، يبالي طلاب اكثر وايد، بس متى بيون؟ يقول باكر بيون الطلاب بالترانسفير، قلم مكان ثاني ما اعرف. اوه تعال، هذا ليش ارضية تحشيش؟ كاربت بلو مسكينة كونسلر لي. ني سؤال، نحن بنترس الصفوف هاي ترى، اسوي ارضيات ولا طاولات والكانتين؟ ها لازم نسوي هني وهني. هذا ليش نزلته بعيد عن الباب خليته؟ أبسلون إذا حد خطر على بالي يمكن سألني ليش؟ قولي ماذا؟ ما هذا يا خليل انقا؟ انزين لا تشككم في القرارات النهائية العليا اللجنة الخليلية لو سمحتوا. براون 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 انزين
بشوف باكر بيجون الناس ولا اذا ما يجون الناس باكر باكل تبن، لاني اكل تبن بس خرب شكل المكان ترى الباب. وين الطلاب اللي طلبنا لهم ترانسفير؟ انا اعترض بشده الصراحه، هم تعب عمري ومسوي مكان الدنيا. يو اليوم يا حبيبي تريليون طالب يوني، يا حبيبي يا حبيبي وين صار تدو or not to do 200 يبغى نوصل 200 طالب. لكن لحظة لحظة تو عندي وايد طلاب لدرجة اني بتوهق، والانسان ما لي خاطر توهق الصراحة. اول شيء خلونا نسوي بريك وول هني بالاف المؤلفة زين، ونحط باب عود هني. لا تقولوا لي مبالغ فيه، لكن الصراحة أنا محتاج هالعدد. ليش؟ وين الطلاب صاروا؟ لحظة كم كلاس عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كم مدرس عندي؟ 9 مدرسين. أنا محتاج ستاف، محتاج مدرس علوم، لا محتاج مدرس رياضيات. اوف مات فول هاير فول مات اساين تيتشر منزل. هاي المدرسة الحين بدي من هني دارك، المفروض هاي اللي درسون ترى الاتراب المدرسين المحترمين. زونز ها بنسوي اللي هو كومن اريا هني، اوكي بنسوي عنده بالضبط عنده فيلد. يعني هالمكان يختصر في شغلتين حلو، فيلد هذا مكان يلعبون فيه برايم، كومن اريا ولا حتى الفيلد هذا زونز ريموف زون. بنسوي الفيلد بطريقة 1 2 زين 3 لحظة هاي شكله ما ضبط الوضع وياه. بالزونز شوف يتمرنون هني مع المدربة مال بي اي. نايس نايس نسوي هني اوكي ممتاز. في حال استوى عندنا مدرسين زيادة يستوي الأمور طيبة. والكومن اريا هو build objects common area نبع طاولات، بما ان عندنا وايد طلاب نحن مش شوي ترى زين، 3 مسافات بينهم واللي هو وايد مسافة. حطي لهم مجموعة كراسي، إذا نقصنا بنزيد، بس إني الحين أزيد وايد لا. زين حطي لهم عند كل طاولة بين الطاولتين ها هم يوسخون الدنيا. يستوي عندهم شو؟ يستوي عندهم مكان يقعدوا فيه فخذ لا غير. وين وين وين؟ في حد يدق حد؟ وداه المدير كفو، شو سالفت الاكل ليش؟ عندي طباخين طبخ، بس شوف دام عندنا فلوس خلنا نسوي كاربت براون، خلنا نعدل على الاقل شكل المنطقة يعني عرفتوا. مع انه غالي، بس الغالي للغالي الغالين، وانتو غالين فخلنا نحطيه.
الحين قام شوي الناس تقدر تستمتع اكثر. Very nice. هاي كانت بتكون نهاية حلقتنا لليوم. وشوية خربطان وما يضرب. نشوفكم في حلقة خادمة إن شاء الله على خير. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لا تنسوا تسوون لايك شير سبسكرايب كل شيء المذكور أعلاه. والسلام عليكم ورحمة الله.